ندخل على الـ OSDB Open Supervised Device Protocol. الحتة دي عايز اعملها سريعا كده هوت. هنفترض مثلا ان انا عندي ريدر وان الريدر ده هيشتغل ويجند، اوكي. فان انا محتاج مثلا ادي الدي زيرو والدي وان ده عشان يروحوا للاكسس كنترول، دي زيرو دي وان. انا محتاج كابلين تانيين اللي هو بلس والماينس. انا في النص كمان عايز ليد، عايز بزر، عايز فوق تامبر. في عندي مشكلة هنا ان كل اللي عندي دول الروايرز دول لازم يوصلوا للاكس كنترول. يعني هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، وممكن معايا يوصل ل 13 وايرنج لازم رايح هناك. ده في موضوع الويجند. طيب لما جيت احلها بالار اس 485 قال لي انا عندي كابلين اساسيين اللي هو البلس والماينس، ار اس بلس والماينس. في الحاله ديت لو انا اوصلها للاكس كنترول انا مش هستفيد مثلا بحاجات زي الليد بالحاجات الباقيه فيها مشاكل، ولو عايز اوصلها مضطر اعمل وايرنج. ايه اللي حل الموضوع بقى؟ ايه موضوع الاوس دي بي؟ الاوس دي بي ماشي الكتابه اهو. الريدر بقى قال لك اوكي انا هشتغل على رئيس 485 سلكين عاديين جدا، وهنقل كل حاجة بيننا وبين بعض. يعني مثلا انت عايز مثلا تقول لي الليد انا هنقلك سوفت وير، وهبقى عامل مونيتورنج عليها وغيرها بالسوفت وير عن طريق الاكس كنترول. طب انا عايز مثلا البازر كله سوفت وير. فالاوس دي بي حلت مشكلة جامدة جدا اللي هو انت عندك تو واير وشايل كل حاجة انت كنت عايزها في الويجند فوق او مش عارف تحققها في الار اس 485. فانت ممكن تظبط الليد، ممكن البازر، ممكن التامبر، وهكذا. ودي ميزة زيادة في الـ OSDB ان انت بتقدر تعمل بما فيهم ان انت تغير الادرس بتاع الادرس بتاع الريدرات لو هما شغالين على سيريال واحد. يعني في ماستر، الماستر اللي هو الاكس كنترول موجود، وفي عندك ريدر، فانت ممكن تخلي ريدر 1 وبعديه 2 و 3 بتظبطه برضه بالسوفت وير او كارت، وده اللي هنشوفه قدام. زي ما نشوف الاوس دي بي هو اصلا شغال على ار اس 465 زي ما اتفقنا خالص، ودي اللي بيبقى اتنين تويستد زي ما شايفين كده اهوت، بتوصل بنفس الكلام ده ديزي بقى مفهوش فيه ستار خالص، اخر مسافة برضو كيلو 200. طبعا النوز ديفايس مانيفاكتشرز دي هي معظمها بتبقى 500، يعني ممكن عندك لغاية ما بين اقصى مسافة بين اقصى نود ونود 500 between any two nodes. يعني احنا لو بنتكلم في كيلو 200 فانت بنتكلم ان احنا ممكن لو المسافة بينهم اقل من 500 ممكن تحط كتير، بس طبعا بالخبرة اقصى حاجة ليك في الاوس دي بي 4 ريدر في الاكس كنترول، تمام، و only daisy chain allowed. في اسئله طبعا اتسالت على الشركه اللي عملت الاو اس دي بي ديت، فدي جاي من الشركه نفسها، يعني ده الاجابات بتاعتها. الريكومندد كيبل طبعا احنا بنتكلم على، لو دخلت طبعا على الاكس كنترول شرح الاكس كنترول كونسبتس هتعرف ايه معنى الكلام دوت، بس هو ريكومندد بيلدين 3107 or equivalent 22 AWG standard. في عايز يبقى جواها انسوليتور وتويستد بير بيلت فويل، يبقى فيها فويلد وشيلد. طبعا ادخل برضو على اللينك اللي هيبقى موجود بتاع الاكس كنترول كونسبتس ده هيفيدك يعني ايه اللي احنا بنتكلم فيه دوت. اللي بيقولك في الار اس ماكسيمم لينث كيلو 200، الماكسيمم ليس بتوين نودز كاتب 500 متر اللي احنا بنتكلم كنا بنتكلم عليه. في طبعا ان هو الترمينيشن انت بيستخدم ار اس مقاومه في الاخر بيبقى 120 اوم،
وبدي تعتمد ان السلك نفسه يبقى مقاومته 120، ما ينفعش تحط مثلا المقاومة 100 والمقاومة السلك نفسه مختلفة. وده اللي بيعمل لي مشكلة لما الناس تقول لك انا عايز احل، انا عندي كات 5 او كات 6. كات 5 وكات 6 العادي المقاومة بتاعته 100 اوم، فلما فده مش ريكومندد، هيحصل داتا لوس، لان انت المفروض يبقى مقاومة 120 بتاعة الاسلاك عشان تحط لها ريزيستور في الاخر 120. termination or end of line resistor should be installed at each end of RS at each end of an RS-485 bus. resistor value should match the cable characteristic impedance. هو بيتكلم ان هو على ليه 120. يعني هو بيقول لك ان في هحط مقاومه في الاول مقاومه في الاخر ديت، اللي في النص ده لازم يبقى الامبيدنس بتاعته عشان اقدر اعرف ان السلك ده نهايته امتى اتقطع. Without termination the signal can be destroyed by signal voltage reflection. مهم جدا المقاومه تتحط. How many device can be connected to RS-485؟ هو بيقول لك 32، بس هو فعليا الماكسيمم 4، واقل من كده كان، بس هي 4. 32 ده للار اس 485 لو انت بتتكلمش اكس كنترول، تتكلم في حاجات تانية، انما الاكس كنترول لحد دلوقتي 4، ما بيتزودش عن 4. طيب in many cases more than like the existing ويجند، لو انا عندي اصلا ريدرات معموله بالويجند اللي هي الكارت كات 5 او كات 6، ينفع ان انا اخدها نفس النتورك ديت واخليها 85؟ اه ينفع، بس not recommended. يعني السؤال طبعا الاو اس دي بي هو هاف دوبلكس ولا فول دوبلكس؟ طبعا هو اصلا بيبقى فول دوبلكس لان هو بيشتغل على سوري هو الار اس 85 فول دوبلكس، انما الاو اس دي بي هاف دوبلكس، يعني الريدر يستنى لما الاكس يكلمه والاكس كنترول يستنى لما الريدر يبعت له، يعني ما فيش مش الاثنين مع بعض. It would be more the technique correct to ask RS-485 or full duplex, and the answer is half duplex. Only one device can transmit over the bus at any given time. ال RS-485 كله half duplex. طبعا هنا بيتكلم لو انت عندك المكان اصلا فيه ويجند وعايز اللي هو الشيلد اس تي بي وعايز تحط مكان وكات 5 عايز تحط، ما يقول لك هنا بيقول لك لا طبعا، لان اصلا الطبيعي دوت ده سوليد، انما الريكومندد بيبقى بشعر يعني. وطبعا هنا بيشرح لك ان دوت الكات 5 المقاومه بتاعته اصلا 100، فانت هتحط ازاي يا رستر 120؟ فبيقول لك نوت ريكومندد خالص في الفار ديستنس، يعني لو المسافات بعيده مش ما فيش ما ينفعش، انما لو قريبه المسافات قريبه ماشي ما فيش مشكله في الموضوع ده. يبقى اختصار كده هو في الاخر اللي هي conclusion الموضوع الـ OSDP it's an open protocol that support transmission of data bi-directional. وعرفنا ليه bi-directional. developed by US Space Security Industry Association اسمها SIA، وهتسمع SIA كتير لان هي دي المنظمة اللي هي انتجته في اليو اس. OSDP was made by communication standard، هي communication the latest version، يعني يتكلم هو ما طلعش منها حتى لو اتينا تاريخ النهارده حتى نص 22، في منه فيرجن 1 وفيرجن 2. فيرجن 1 طبعا ظهر، فيرجن 2 عملوا فيه تعديلات منها السرعه وهنعرفها دلوقتي، وعملوا الليتست فيرجن فيرجن 2 until now has been enhanced a powerful secure باي دايركشن. وهما طبعا كل ما تكلمهم يقول لك انا عامله 128 بت اي اس انكريبشن، وده انكريبشن طبعا عرفنا 128 بت يعني ايه، طبعا انت بتتكلم في لارج اماونت اوف بيتس، وكمان حصل لها انكريبشن الاي اي اس ده، وهم بيتحدوا بيه ان يحصل هاكينج. انتل ناو انتل ناو مفيش هاكينج عليها، فهي دي اللي بيقول لك دي الشيلد بتاعتي لحد دلوقتي ان انا عامل 128 بت اي اس انكريبشن. او اس بي انتجريشن انجوي ان
surpassed in design and install flexible since the protocol also supports serial multi-dropping of readers. يعني ممكن تحط عليها أكتر من readers، قلنا آخر أربعة. And controllers across the single circuit which simplified deployment. Central management، طبعا أنت عن طريق الأكسس كنترول تقدر تعمل مونيتورينج على الريدر، ريكونفيجريشن عليه، وتعمل حاجات كتيرة عليها. وزي ما اتفقنا في الرسمة اللي هي كانت شكلها وحش، اللي هي أبيض ديت، بالرسمة دي يعني إيه الـ OSDP، يعني إيه اللي ضاف عليا؟ أنا دلوقتي مثلا عند الويجنت مثلا، أنا ممكن أطلع 12 كابل واصلين من الريدر للأكسس كنترول. ال 12 كاب دول دي 0 دي 1 جراوند ليد بوزيتيف ليد بازر، ممكن كل دول. طب انا عايز اعمل الكلام ده على 2 واير. قال لك اوكي، هعمل لك كل حاجه عن طريق الاوس دي بي سوفت وير. انا عن طريق الاوس دي بي انا هاخد منك 2 وايرنج بس، وهعمل لك كل حاجه تانيه اللي هتعملها. وهنعرف دلوقتي ان هو كمان ممكن يعمل رسائل، يبعت رسائل للمستخدمين. ال OSDP version 2 permit personalized downstream message reader، يعني ممكن تبعت لو في reader عليه screen display message to users، تبعت لل users. Not only does the OSDP reader send the card data to controller, but the controller can also communicate with the reader to monitor the state of the OSDP reader and to detect the reader wiring has been tampered with. يعني كمان بيعمل تشيك على الوايرنج، كل ده سوفت وير تامبر، بيعمل كل حاجه زي ما تقول واير، بيعمل ليسننج على الريدر. طب تقول طب الكلام ده موجود في، هتقول لي الكلام ده موجود في الويجنت، اقول لك اه بس ده ليه واير، انما انا هنا مش عن طريق الواير، انا بعمل لك الكلام ده عن طريق الاو اس دي بي بروتوكول اللي انا شيلدد عليه ب 128 اي اس انكريبشن. Furthermore, version 2 is able to communicate with the controller security using بيعيد برضو اس 128 encryption limitation the possibility of an attacker sniffing. ما يقدرش تعمل sniffing، ولو حصل sniffing هيقولك دلوقتي، فانت بتعمل sniffing على ريدر واحد لان كل ريدر ليه كي مختلفة عن الكيز التانية، فانت حتى لو عمل هاكينج على ريدر ما يقدرش تعمل على بقية الريدرز التانية، ودي حتى الان هم بيقولوا عليها نقطة قوة، لانك ما بتعرفش تعمل reversing engineer تو هاك. يعني انت حتى لو عملت صعب جدا تعمل ريفرس انجينيرنج، لان انت ما عندكش كي موحد لكله، لا ده كل ريدر ليه سكيورتي كي خاص بيه. ادفانتج اوف او اس دي بي طبعا هاف ار اس 450 ادفانتج اللي احنا اتكلمنا عليها، واللي هي ميزتها اعلى ان هي السرعه العاليه. ماكسمايز ذا واير ديستانس انستولد اب تو 500 متر بين تو نودز. طبعا ماكسيمم توتال اوف داتا ترانسفير سايز، انت كده الداتا بقت اسرع واكتر. وذ او اس دي بي مسج كان بي ترانسميت ان ستيج وذ اي سنجل مسج اوف 1024 بت بات لايرد ان مالتيبل مسج. ذس مينز ذات مور فار مور ذان 37 بت ترانسفيرز اللي هي كانت موجوده في الاول ار بوسبل اند سم وان بريزنت ا كريدنشال فينجر برينت فيس كارد. انت كمان عشان الداتا كترت انت ممكن كمان تحمل على ال او اس دي بي نفسه ريدر، ممكن تحمل عليه الفينجر برينت والفيس والكاردز بحيث ان هو يقارن اللي عنده بالاكسس كنترول، فده بيعمل لك اللي بيسموها لا مركزيه في الشغل، ان الريدر عنده اوريدي البصمات بتاعته وممكن الصوره الفيس ديتكشن والفاسيال والحاجات ديت، ممكن بيختصر السرعة عن طريق ان هو بيتخذ القرار بعيد عن الاكس كنترول فقط، هو محتاج اول مرة يعمل لودنج من الاكس كنترول بعد كده هو بيتعامل هو. طبعا باي دايركشنال كوميونيكيشن allowing communication to travel both ways permits change. طبعا بيقول لك انك ممكن تغير طبعا الليدز والديسبلاي مسج surrounding behavior changing dynamically depending on reader features حسب الريدر، كل ما الريدر في فيتشرز كتيرة انا بالنسبة لي ممكن اعمل مونيتورنج على الريدرز نفسه. طبعا هاي سيكيورتي طبعا اهم حاجه الحته ديت، شانل 128 انكريبشن ريكوايرد ا فيدرال جفرمنت ابلكيشن. الفيدرال جفرمنت ابلكيشن ده دي حاجه هي المسؤوله عن الانكريبشن دوت، لو دخلت فيها بقوانين كده حاطينها ان هو ان مثلا انا الكارت بتاعي مفروض
يبقى عامل زي كارت الاي دي الامريكاني، في اسمي، بصمتي، بياناتي كلها، عنواني بتاع. فدي ال 128 كريبشن ده بيحقق ان انا اشيل الداتا دي كلها واحطها في الكارت. OSDP is more secure than most communication access control communication. OSDP constantly monitoring wiring protection against attack threats. Advanced functionality. OSDP support advanced smart card technology application including PKI اللي هي public key infrastructure اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها على Federal Government Implementation اللي هي باختصار FICAM of identity اللي هي اختصار Federal Government's Implementation of Identity, Credential and Access Management, and Biometrics. OSDP support bi-directional. OSDP support advanced user interface, including welcome message. OSDP use two wires instead of 12, allow for multi-drops. اللي بنتكلم عليها زي الـ weekend installed. يبقى كده حاجة كويس. Easy of use طبعا. Audio-visual user feedback. GIS works to eliminate sense encryption and authentication are predefined. Low cost of implementation of embedded device. More interoperability بيتكلم برضو، هيتكلم برضو نفس الكلام. انت ممكن using USB enables communication among device manufacturers. The standard applies to peripheral devices such as card readers, device access doors, gates. يعني استخدامات متعددة. The USB specification is currently recommended with TCP/IP USB. يعني انت ممكن كمان توصل عن طريق TCP/IP. Other common protocol do to lend themselves to the application. يعني انت بيقول لك ان انت ال OSDP دوت ممكن تاخده عن طريق TCP/IP، توصل فيه وصلات TCP/IP ان انت ممكن تبرمجه بنفسه. The OSDP specification is extensible to IP environment and the OSDP working group is working on deploying OSDP over IP. SIA maintains several demand profile applying protocol implementation based on type of product. This profile includes basic. This profile is one most typical card and FOPS card. يعني ممكن الـ OSDP card طبعا عارفين طبعا الـ readers نفسه ممكن يشتغل معاه card والـ FOPS card with support of minimum. ممكن تحط على الـ card دوت biometric. انت عندك الداتا كبيره. This profile address two way verification of biometric readers exchange templates. Extends pocket mode for device designed to interact with smart card layers or advanced security standard federals or mobile. يعني بيقول لك ان ديز ده ممكن يستخدم عليه برضو الموبايل coordination profile description، يتحط عليه البصمه بتاعتك البيومتريك، يتحط عليه الصور، يتحط عليه كل حاجه، لان هو بيستفيد من الداتا بقت اكتر. طبعا لو الريدر عندك مش مجهز ان هو يبقى فيه موديول بيديك موديول، انما دلوقتي معظمهم بيبقى الريدر جواه امبيدد موديول، وطبعا كل واحد حسب النوع بتاعه. دي مقارنه بسيطه ما بين الويجند بقى والاو اس دي بي. طبعا الويجند انالوج يوني دايركشن، الاو اس دي بي ديجيتال باي دايركشن. الكوميونيكيشن سكيورتي طبعا ده زيرو، الويجند سهل جدا يتهاك يعني. الـ OSDP AES 128 بت انكريبشن. المونيتورنج هنا نو no. بس هنا يس yes طبعا، وانا هنا لو عايز اعمل يس هضطر اعمل وايرنج كتيره جدا، وبرده مش هيبقى بكفاءه ولا الفلكسبيليتي بتاعت الـ OSDP. بديفايس بايومتريك ديفايس طبعا ده محال يبقى فيه ريدر، ده لازم عشان تجيب واحد تبقى يعني عشان هنا اشغله مع الويجند لازم اجيب جهاز اكسس كنترول عليه بايومتريك فاحوله، بيبقى صعب جدا. انما ده ريدر كامل عليه بايومتريك ديفايسز بانتر اكشن معايا على طول. اوديو فيجوال يوزر فيدباك اللي هو لو في مسج لو في صوت ده طبعا ما يسبورتش، انما التاني بيسبورت. الكلوك اند داتا قريبه جدا من يعني من فكره الويجند. الويجند دي كانت فكره كارت كونتاكت كارد، وبدأ الكونتاكت كارد يبقى حاجة يعني مش موجودة، بس لسه التأثير بتاعه موجود اللي بيسموها الويجند الويجند ستاندرد. الكلوك اند داتا نفس الكلام برضو. كلوك اند داتا ديت كان أصلها ماجنتيك سترايب، وهي معروفة ان هو بالكلوك اند داتا
ثواني. كلوك اند داتا ماجنتيك سترايب تراك 2 اي بي اي. طبعا الكلام ده مش مفهوم، بس هنفهمه دلوقتي ليه جه وليه لازم تعرف ايه الماجنتيك سترايب. الماجنتيك سترايب اند كلوك داتا انترفيس ار بوبولار ان ذا سكيورتي اكسس كنترول والاوتوميشن والبانكينج اندستري. There are three data line, clock وداتا. هو الطبيعي بتاعك clock وداتا لانها بتشتغل على RS485، بس لما تيجي تشتغل مع الاكس كنترول محتاج وايرنج تالت اسمه كارد بريزنت، دي اللي هيميزها. يبقى انت محتاج في الاخر ثلاثة وايرنج، كلوك وداتا وكارد بريزنت. Known that the standard clock data interface has no need for card present لغاية ما وصلت بالاكسس كنترول. ميجا سترايب ريدر كود بي كونتاكت كارد ريدر اور كونتاكتلس كارد ريدر. طب ازاي وهي اصلا ماجنتيك سترايب؟ يعني طبيعي ماجنتيك سترايب يبقى كونتاكت كارد. ايه حكايه الكونتاكتلس دي؟ بالظبط زي ما حصل في الويجنت، هي اصلا كانت بدايتها كونتاكت كارد ريدر، بعد كده بقى الكونتاكتلس لما بقى موجود بقى التاثير بتاعه هو الموجود. فنفس الكلام ده موجود، هنشوفه دلوقتي ازاي. هي بتشتغل على كلوك داتا والكارد بريزنت اوبشنال، بس هي مش اوبشنال في الاكسس كنترول. لما تيجي تشوف مثلا على اتش اي دي مثلا من ورا اهوت، بتلاقي هو بيقول لك هنا ان هو انت ممكن توصلها دي 0 ودي 1، او طبعا داتا وكلوك في الحاله بتاعتنا دي، والواير التالت اللي هو كارد بريزنت اللي هو في اي 0. طبعا ليه مسميات تانية حسب النوع اللي عندك. ولو جينا الاكس كنترول نفس الكلام برضو، في دي 01 وتبقى قدامها برضو اللي هي الهارد الهولد او كارد بريزنت، والكلوك الكلوك والداتا ريتيرن. بس اعتقد دي كلوك وداتا ديت، مش كلوك وداتا ديت. المهم يعني كلوك وداتا. نيجي نعرف اصلها ايه. يعني انت لو شايف كده هو ده الماجنتيك سترايب اللي هو الكارت بتاع زمان اللي هو فيه حته ممغنطه كده بيسموها ماجنتيك سترايب. الحته اللي في النص دي طبعا كله ده بيشتغل بالايزو، كل واحد اللوكيشن والتراك ده الايزو بتاعنا. الحته اللي حمايه دي منين جت كلمه ماجنتيك سترايب؟ عرفنا ان هي جايه عن اصلها ان هي ماجنتيك سترايب. طب منين جت تراك 2؟ تراك 2 دي اصلا دوت لمنين قربه هتلاقيه متقسم لتراك 1 تراك 2 تراك 3. تراك 2 ده اسمه اي بي اي، فعرفنا ازاي كلمه اي بي اي جت. فلما يقول لك كلوك اند داتا ماجنتيك سترايب تراك 2 اي بي اي، خلاص كده فهمت الموضوع عامل ازاي. 40 نيوميريك كاركتر، نيوميريك كاركتر ان اهوت، ادي ان اهوت دول من هنا لهنا 37 وادي 38 39 40. احنا ما يهمناش اللي جوه دوت على قد يهمنا ان خلاص يعني هو طبعا لو طبعا سي في سي او سي في في دي فكرك ان هو الكارت البنكي لما تقلبه هتلاقي فعلا كلمه في سي في في، وهنا اكسبيريشن ديت بتحس انك بتتكلم على كارت بنك. فدي من دي التفاصيل مالناش دعوه بيها على قد ما نلاقي ان منين كلوك اند داتا جت. وده باختصار جدا الكلوك اند داتا ديت بتشتغل على اس 485 وما فيهاش ميزه غير ان هي واخده سمعه اللي هو الكارت القديم. قبل ما ننتقل خالص ار اف اي دي، عايز يعني اراجع على حاجه معينه، ان احنا اللاير 3 دوت احنا عرفنا ده الفريكونسي ممتاز جدا، بس انا مش هقدر افهمك غير لما تبقى الكوميونيكيشن بروتوكول اللي ايزو اللانجوج بينا. يعني انا شغال معاك على نفس الطريق، بس انا محتاج اعرف احنا بنتكلم بعض ازاي عن طريق كوميونيكيشن بروتوكول اللي هي الايزو. طبعا لو بنتكلم على لاير 2 مثلا، في ايزو في اللي هي اي بي سي جنريتور 2، اكننا بنتكلم على ايزو بالظبط، ده اللي هو بيقول لك احنا بنتكلم مع بعض ازاي. وليه انا جبت المثال الاي بي سي جنريتور 2 اللي هي اللي بيسموها الرين ار اف اي دي؟ لان دي مشهوره جدا، اللي انت لو الاي اس اللي هي الكترونيك ارتكل سيرفس اللي هي بوابات الملابس، لو انت ممكن تشغل احنا شغالين على نفس الفريكونسي بس البروتوكول بيني وبين الاكس كنترول ايزو مثلا 14443 ومع الملابس ايزو حاجه ثانيه، يبقى كده معناها كده اتفهمت يعني ايه اللايرز اللي قدامنا ديت. ليفل 4 طبعا عرفنا اللي هي الوايرنج، ودي اللي اتكلمنا عليها اللي فاتت دي الويجند وكل حاجه، متهيألي مفيش يعني الحته دي اتفهمت اللايرز ده خلاص كله اتفهم قدامك ازاي كله بيشتغل مع بعض. وعرفنا يعني بروجرامنج كوميونيكيشن بورت هي الايزو، الفريكونسي الوايرنج بينهم من بعض.